أنا بذلك بروح القانون وقبل من القانون، قضية ديال التقاليد والأعراف والاحترام ديال الزملاء اللي بعضنا البعض. لما حنا تقدمنا بطلب الصراحة المؤقت ورفع السيد وكيل الملك والتمس تطبيق القانون، أعطى الكلمة للدفاع الطرف المدني. لن نعارض في ذلك. أنا شخصيا كحقوقي وكمحامي ولجت لهذه المهنة من أجل النضال، وعرفت بأنه وآمنت بأن حقوق الدفاع هي مسألة مقدسة، ما يمكن ليش نعرض زملائي ما ياخذوش الكلام، ولاحظتي وحنا ما عقبناش على الكلام ديالهم واخا هما عرضوا الصراحة المؤقت. الفاصل بيننا هو القضاء، هو اللي كيفصل، راه هو اللي كيحكم، ماشي الأستاذ زهراش، ماشي دفاع الطرف ديال المشتكي. كتبقى زميلتي والطرف الآخر حتى هو زميل، والاختلاف لا يفسد للود قضية، وإلا نختلف في هذه القضية. أنا تنقوم بواجب مهني بعد ما سلك جميع المساطر اللي تنص عليها القانون المنظم المهنة والنظام الداخلي، وتوجهت للسيد وكيل الملك النقيب بذلك. لذلك أنا هذا الملف راه كله من الأول تالآخر إنساني، وكنت تمت المعالجة ديالو باستحضار الجوانب الإنسانية، وبعدنا علينا هذه الامور ديال الفبركه وقطع الطريق على هذيك السيده باش ما تدافعش على حقها باشكال يعني ما يمكنش نوصفها، ولكن اشكال غير مقبوله. كنا ما نوصلوش الى ما وصلنا اليه اليوم. السيده لا تطالب اي شيء، حتى شي حاجه، تقدمات بدعوى ديال النسب، تخلق لها ملف ديال المشاركه في الخيانه الزوجيه. ما فهمتش انا فين كاين هادشي هذا. حق الدفاع حق مقدس استاذ. أنا قلت بأن قبيلة في المرافعة ديالي، ومن لا يعرف المحامي شارل لوغران مول كتاب العدالة وطن الإنسان، هذا دافع على المناضلين وعلى الوطنيين في عهد الاستعمار، ومحامي فرنساوي. الناس دافعوا على ناس كانوا غيديرون انقلاب للمرحوم الحسن الثاني، ومحاميين وكانوا مستشارين للملك. فين كاين المشكل؟ حق الدفاع حق مقدس. اليوم مواطنة عادية بائسة نديروا لها هذا الشيء هذا. حنا غنناقشوه ماشي غير مع النقيب، غنناقشوه مع النقيب وغنناقشوه مع المجتمع. حنا ما عندناش هذا الحق هذا، ما يمكن لي حتى واحد يحرم انسان اخر او مواطن من حقوقه في الدفاع، لان من اهم شروط المحاكمة العادلة ان يتمكن الانسان من دفاعه. ولذلك انا كنتمنى الحكمه والتبصر والعقل يحضر ويتعطاها الصراح، وغادي نحضروا وغندفعوا ولن نتخلى عنها بالرغم من المضايقات والاستفزازات اللي كدير لكل الاطراف ديال هذه القضيه. هذه من بين الاشياء، اللي جعلتنا نتقدموا بالطلب الصراح، لان النسب كان عندنا اليوم دعوه فيه وتاخرت، لان هي معتقله. هو توصل ما حضرش، ما بغاش يحضر، هذاك حقه وشغله، وما كانش كيحضر في الجلسات السابقه. وحنايا بالنسبه لنا كنا خصنا تحضر باش تدافع على نفسها. حنا لن نرضى ذلك، لن نرضى ذلك. انتم مشكورين كإعلام، كتقوموا بالواجب ديالكم وخصكم تستمروا فيه، تستمروا في مناصره المظلومين وفي نشر الوقائع للمجتمع، لأن القضايا هي ما قضية ديال حد، قضية رأي عام اليوم، قضية ثبوت النسب هي قضية رأي عام، قضية المجتمع برمته. والدليل على ذلك أن اليوم بدات اتصالات وتنصيبات ديال محاميات ومحاميين مشهود لهم بالنضال الحقوقي والنسائي، والعديد من المنظمات النسائية والجمعوية والحقوقية غتحضر في الجلسة ديال 24. أنا شوف قلت كما قلت السيد وكيل الملك لدى هذه المحكمة المحترم، أنه سب السب والقذف حق الصحافة. احتفظوا باسم الزميل وغنقولوا للنقيب ونقولوا للوكيل الملك. إذا اعتذر سنتجاوز، إذا لم يعتذر لكل حديث حديث. بالمناسبة حتى واحد ما غيهددنا ولا غيهددكم، لأن كل كنا غنخافوا من شي حد، ما غنجيوش نديروا الواجب ديالنا، غنديروا واجبنا المهني. ولا حتى واحد ما يعتقد على أنه بهذه التصرفات غادي يلجم الصحفيين أو يلجمنا على القيام بمهامنا. هاد السيدة هذه كترضع وحكيت الوضعية ديالها، فإلا كان ديك الساعة كان البنيته إما تمشي مع الأم ديالها أو تبقى معها تترجع لعندها.